انواع الاعطال اللي هتقابلنا، اعطال حش او اعطال صوره، تمام، او اعطال كوديه مثلا، وفي شريحه اعطال ثانيه غير الحشر هنتكلم فيه. وساعات مكنه بيبقى فيها اكتر من صنف، يبقى فيها اعطال حشر وبيبقى فيها اعطال كوديه وبيبقى فيها اعطال صوره، بتلاقي نفسك داخل على المكنه تصلح العطل ده، يطلع لك العطل ده، تصلح العطل ده، يطلع لك العطل ده. ده شيء لازم يبقى متقبل جدا بالنسبه لك. المكنه المقرفه اللي هي فيها اعطال كتير واللي هي ظهر فيها عطل في عطل وادوها مسكن من هنا، ده وارد جدا معاك. تمام يا رجاله؟ اعطال الصوره ما بين ان انا مثلا هفترض كام سيناريو كده. انا دخلت على مكنه، المكنه دي مثلا ايه؟ هنقوله مديه بهتان عادي. ايه اول حاجه هخش اعملها على المكنه؟ هشوف الاول البهتان ده جاي يعني من تمام إيه؟ اطلع يعني تقرير؟ ده كده رقم واحد. فتلاقي التقرير بالنسبه لي هيمثل لي ان انا بشيك على مجاميع الطباعه والاوردر اللي جاي من ناحيه المدير، يعني المدير الاوردر متخزن فيه. هيبعته لوحده الليزر، حلو الكلام، وهيسحب الورقه من ناحيه والصوره تطبع وتطلع. فبناء عليه لو مجامع الطباعه فيها خلل هيبان في الورقه دي، لو الاوردر اللي بيروح للليزر فيه خلل او الليزر فيه خلل هيبان في الورقه دي، حلو الكلام. طيب ايه تاني؟ هاخد التقرير ده هصوره من على السكانر فوق. ليه؟ لان ممكن يكون العيب اللي عمود بيشتكي منه في التصوير مش في الطباعه. يعني لو طبعت تقرير يطلع حلو، لو صورته يطلع بهتان. ليه؟ لان في مرايات موجوده في السكانر، حاجه بتنقل بيانات الصوره، الضوء يطلع على الورقه ينعكس على المرايات، انعكاسه على المرايات في البيانات بتاعه الصوره. لو خففت الضوء او زودت حدته انا كده بخرب في بيانات الصوره، بشوهها. فبناء عليه وجود تراب على المرايات بيعمل ايه؟ بيخلي البيانات بتاعه الصوره تبهت، تقل قوه الضوء، فالبيانات تقل. فبناء عليه المكنه لما تيجي تقراها تحس ان الصوره بهتانه، ده الطبيعي، هي مش حاسه ان في حاجه غلط. ليه؟ لان هي مش حاسه ان في تراب على المرايات، هو قلل من قوه الضوء. بناء عليه عندي عطل بهتان، هخش عندي مفصلين، والعميل دايما مش هيبقى واخد باله من الحتتين. البهتان اللي طالع ده هل هو من التصوير بس؟ ولا من التصوير والطباعه؟ الاثنين مع بعض. لو من التصوير والطباعه نفس البهتان يبقى القصه عندي في مجامع الطباعه تحت اللي بتنشئ الصوره. هي المشكله فيها. لو البهتان من التصوير بس يبقى المشكله عندي فين؟ في نقل الضوء بتاع السكانر وهو بينسخ في تراب فادى لضعف الصوره، في مشكله معانا هنا؟ يبقى عميل بيشتكي بيقول الصوره بهتانه. اول ما دخلت هاخد التشيك على المكنه وبعد كده هقف اتكلم مع العميل. تمام؟ اللي تشيك ايه؟ ان انا هاخد خبره كده، ايه العطل ده مفصله جاي منين؟ البهتان ده هل هو بهتان عنه؟ دايما العميل ما بيعرفش يعبر قوي في التليفون، يعني ممكن يقول لك المكنه بتبلع الورقه، قصده ان الورقه بتحشر في المكنه، يعني ما تقعدش تفسر يعني ايه بتبلع دي، انت فاهم كده. فانت لازم تخش انت الاول، تمام، تبص بصه مقصده من العطل ده، نوع البهتان اللي بيتكلم فيه ده، جاي منين البهتان ده، وبعد كده اروح المكنه كانت امتى اخر مره شغاله كويس ما بتديش العطل اللي انت بتشتكي منه ده، وبعد كده حصل ان العطل ده ظهر. لازم السؤال ده يبقى على لسانك. حلو؟ ليه؟ الخلفيه اللي هو هيديها لك ما بين الحدث اللي حصل قبل وبعد ممكن يبقى فيه سر العطل. حطيت حد وبعديها بكام يوم مش عارف ايه. واصله. المكنه جبتها نقلتها من هنا لهنا وبعد كده فتحت عملت ايه كده وجيت اشغلها بعد كده لقيتها فيها بهتان. الحدث اللي حصل قبل ما يحصل العطل احتمال كبير يكون بمتغير العميل عمله او حاجه دخلها على المكنه الجديده ما كانتش موجوده. واصله؟ المكنه كانت مخرفه وجبت رول ما كانتش بتمسح وانا بعنش على الفيديوهات لقيت تغيير الرول ورحت جبت رول وركبته وظهر العطل من بعد منه. انت فاهم؟ يبقى انا كده ابقى عارف ان عطل عدم تكفيف الحبر ده بدا يظهر بعد ما هو غير الرول، يبقى انا عندي معطى في خامه رول ركبت. يبقى ممكن الخامه دي فيها شيء غلط. واصله؟ مش هبتدي ان انا قلت على المكنه ما بتمسحش كويس. افرض ان الرول ده متغير والعيب في الرول الجديد، هتستنتجه ازاي؟ ولا هتعرف. انت هتبتدي تتعامل ان المكنه كانت شغاله وظهرت العطل ظهر فيها مره واحده، فبتعامل مكونات المكنه كالرول بالذات ان هو حاجه سليمه، طول ما انت شايفه بعينك سليم وشكله حلو هو سليم. ليه؟ لان انت متوقع بدماغك ان ده كان شغال قبل كده، فبناء عليه هخش هبص بص على المكنه عشان افهم العميل لما كان بيشتكي لي للمكنه دي افسر كلامه على ارض الواقع، وبعد كده اتجه ناحيه العميل اساله سؤال ايه؟ المكنه اخر مره كانت شغاله فيها حلو انت ما بتشتكيش منها في العطل ده كانت امتى؟ ايه اللي حصل بعد؟
نرجع تاني للعطل بتاع البهتان. لو دخلت لقيت المكنه بهتانه هخش اشوف نوعيه البهتان اللي عميل بيقول لي عليها دي، وهنقوله مثلا افترضت لقيت الورقه بالكامل بهتانه، فبناء عليه هطبع ورقه عشان اشوف البهتان ده طالع من الطباعه ولا لا، اطمن على مجموعه الطباعه. لقيتها بهتانه مش مستاهله ان انا احطها على الورقه واصور على السكانر واصورها. ليه؟ لان اللي هيخليها بهتانه وهي مطبوعه البيانات وهي جايه من المدير بتروح على مجموعه الطباعه تطبع بقت بهتانه. لو جت البيانات دي من السكانر هتخش على نفس مجموعه الطباعه وهتطلع بهتانه، تمام؟ فبناء عليه انا اكتشفت ان البهتان ده خلاص مبدئيا من مجموعه الطباعه. فهنيجي نعمل ايه بقى؟ نقول ايه اللي في مجاميع الطباعه ممكن يسبب لي بهتان. حلو الكلام. رقم واحد، يلا خد الدوره بتاعتك في مجاميع الطباعه على بناء الصوره الساكنه. تكوين الصوره الساكنه اول حاجه انك انت بتشحن الحبر، صح؟ ليه؟ عشان تدي له قوه جاذبه من ناحيه الدرام، ما يبقاش الاثنين شبه بعض، ما فيش جذب ولا تنافر ما بينهم، تمام؟ يبقى اول حاجه بتشحن الحبر. طيب شحن الحبر ده ممكن يسبب لك بهتان؟ ادي اول سؤال. لو قليل. ليه؟ لان الشحن هو القوة بتاعت الجذب اللي انا بديها للحبر عشان يتجذب للدرام. اديت شحن قليل اديته قوة جذب قليلة، اديت شحن عالي اديته قوة جذب عالية. فلو حد دخل في البرامج نزل من قيمة الشحن بناء عليه هو قلل من قوة جذب الدرام للحبر، فبناء عليه مبرر للبهتان. يبقى أول حاجة أخش على الشحن أطمن، أنت يا شحن تمام؟ زي الفل. ما لقيته تمام، أخش على الخطوة اللي بعد منها، إيه تاني؟ تكوين الصورة الساكنة بعد ما الحبر يتشحن، الدرام يتغلف. تغليف الدرام يدي بهتان؟ جدع، ما يديش بهتان. أجليه، خش على اللي بعد منه، تشكيل بالليزر. تشكيل بالليزر يدي بهتان؟ إمتى؟ لو قوة شعاع الليزر اللي طالع من المولد بتاع الليزر أثناء ما بتتنقل ورايحة للدرام، في أي عامل قلل من قوتها اللي هو إيه؟ التراب. إحنا خلاص مرايات تراب، المرايات دي بتنقل إيه؟ ضوء. المرايات دي عدوها مين؟ التراب. المرايات اتوسخت قللت من قوه الضوء اللي بتنقله، السرعه عندي بقت بهتانه، تمام؟ فبناء عليه التشكيل الليزر يجي منه بهتان وهو يجي منه بهتان، ليه؟ نتيجه اتساخ المرايات. او ما اعمل ايه بقى هنا؟ دايما وحده الليزر بيبقى عليها حاجه اسمها مسطره حمايه في اخرها، اخر مرحله بيطلع منها الضوء من وحده الليزر يروح على الدروم بيبقى في مسطره حمايه. لو مسطره الحمايه دي محطوطه في مكانها كويس وقافله، ما استنتج ان مش بالسهل الحبر يكون داخل جوه وحده الليزر. فبناء عليه اطلع المسطره دي، لقيتها متوسخه، لقيت البهاء، لقيت السبب، امسحها واركبها الاقي الصوره اتحسنت. حلو الكلام. لقيتها مش متوسخه، يبقى ما افكش وحده الليزر ابص على المرايات دلوقتي، لان غالبا الاستنتاج يقول طالما الشيلد محطوط او مسطره الحمايه الازازه دي محطوطه على اول وحده الليزر وراكبه في مكانها سليم، فما فيش حبر هيخش جوه، ما اضربش نار في الهواء، انقل على اللي بعد منه. ولو لفيت اللفه ولقيت الاستنتاجات كلها تمام، اعيد نفس اللفه تاني بتدقيق، ادقق. يعني ايه؟ شحن الحبر، البرنامج عدينا عليه ولقيناه سليم، هل بقى يوصل للحبر بسلام؟ يعني هل كميه الديفولفر اللي موجوده في التانك سليمه؟ هل نوعيه الحبر اللي محطوطه تستقبل شحن؟ ده تدقيق في ناحيه الشحن، بس مش باخده من اول لفه. اول لفه سلسه، بعدي كده على كل سبب في الخفيف. لو انت السبب ده عشان اتاكد منه محتاج تلت ساعة من الفك والتركيب وان انا انزل الديفولفر واوزنه، طب ما اخلي الخطوة دي في الاخر اتاكد على اللي سهل اتاكده على النقطة اللي هي ايه؟ كمية الشحن بالبرامج في العنوان اللي اسمه شحن الحبر. الشحن بيبتدي ويروح لغاية الحبر. من خلال البرامج اتحكم في قوته، فانا اول طلعة ابص على البرامج، انت بقوتك كاملة تمام، هسيبك وابص على اللي بعد منك الليزر، هبص في كل الليزر لا، مسطرة الشيلد، لان دي غالبا لو متوسخة تمام. ولو محطوطه في مكانها كويس ونظيفه فمعنى ذلك ولا هي ولا الليزر من جوه، لان هي هتمنع دخول الحبر جوه. انا ملخبطك ولا حاجه ولا كلام سلس؟ لا تمام. افترضنا بقى دلوقتي ان البهتان مش من الليزر، طلعت المسطره ولقيتها نظيفه ورحت رجعت المسطره مكانها وقلت ايه؟ ادي راوند رقم واحد كده مش الليزر، خش على العنوان اللي بعد منه اللي هو ايه؟ تحميض. ايه اللي في حاجه في التحميض ممكن تسبب بهتان؟ عندنا حاجات كتير، بس العنوان السهل الاول اللي هو ايه؟ كميه الحبر. احنا قلنا بناخد لفه خفيفه على كل العناوين نشوفوا ايه الدنيا. لو لفينا اللفه دي ولقينا الحاجات المزمنه اللي بتتكرر كل شويه مش هي دي، هناخد كمان لفه، بس هنمسك كل عنوان بقى نعصر امه شويتين. انت هتحب الكلام ده، خلي بالك.